كريم برضو اخد رايك في نهائي كاس العالم. طبعا واحد فاينل مثير، انما فنيا كان ضعيف للغايه. بنتكلم ان دفاع كل فريق استقبل 3 اهداف وكم مشاكل رهيبه، طبعا بخلاف طبعا انا اشيد بديدي ديشام بصراحه في التغييرين اللي عملهم قبل نهايه الشوط الاول، كانوا توقيتهم ممتاز وقدروا ان هم يفوقوا الفريق شويه، لان فعلا اسلوب اوليفي جيرو ما كانش مناسب تماما مع اسلوب الدفاع الارجنتين. دفاع الارجنتين فعلا الشوط الثاني كم اخطاء فظيعه، حتى المنتخب الفرنسي اعتقد بعد الهدف الثاني، هدف كيليان مبابي الثاني التعادل في اخر 10 دقائق والوقت بدا يضيع، كان ممكن يجيب الهدف الثالث. طبعا اكيد ميسي يعني حقق كم ارقام قياسيه غريبه بصراحه في مباراه امبارح، بنتكلم بقى اصبح اكتر لاعب في تاريخ المونديال في المشاركه 26 مباراه. برضو ميسي قدر ان هو عمل رقم مميز قوي يا كابتن اسلام، ان هو اللاعب الوحيد مع مارادونا في تاريخ المونديال اللي في نسخه واحده يحرز اكتر من 5 اهداف ويصنع 20 فرصه لزمايله، رقم ما حدش حققه غير ميسي وغير مارادونا. برضو كيليان مبابي عنده رقم مميز جدا، ان هو تاني لاعب في التاريخ يجيب هاتريك في الفاينل بعد طبعا لاعب المنتخب الانجليزي اللي جاب الهاتريك في فاينل 66، وكمان اسرع لاعب يجيب هدفين في الفاينل، لان الهدف الاول والهدف الثاني تم احرازهم في 97 ثانيه، ما كملش حتى دقيقتين، 97 ثانيه. دول ده اسرع رقم لمهاجم في فاينل المونديال يجيب هدفين. طبعا برضو كمان كيليان مبابي عمل رقم قياسي ان هو خد هداف البطولة ب8 أهداف، رقم بيتساوى به مع الظاهرة رونالدو لما حقق نفس الرقم في نسخة 2002. فطبعا كم أرقام قياسية فعلا، البطولة دي فيها أرقام قياسية كتيرة، لكن في وجهة نظري فنيا لا ترقى مثلا لنسخة 98 أو نسخة 94، في وجهة نظري فنيا وتكتيكيا النسختين دول، ونجوميا كمان النجوم كانوا كتير قوي في النسختين دول. بس البطولة دي مثيرة، النهائي الرالي بتاع واحد يتقدم والتاني يتعادل، لكن طبعا كان في كم اخطاء فنيه، بس اكيد كلنا استمتعنا. وبرضو اضم صوت لصوت ثابت اشكر دوله قطر بصراحه على التنظيم الرائع والشهر الجميل اللي احنا عشناه، وكنا مبسوطين جدا جدا بالمباراه.